راه كان كيمشي حسن عين قطيوط على رجلو كيجي حسن عين يعني المسافه ما بين بنديبان حسن عين قطيوط راه مسافه كبيره. الاولى كان غير لعب ولكن يقينا كنزيروه وكذا غادي ولا تبارك الله في المستوى. هو بقى متشبث بلاش قدروا هاد الرياضه هادي بقى متشبث فيها لدرجه صافي نشوف فين وصل دابا حاليا. تبقى تبكي ملي كتشوف بان بوندوك الشعار الله الوطن الملك بان بلال جاب ميدالية ذهبية ولا كتجي. بلال بن قاسم من جمعية النصر 32 سنة تكونت في جمعية النصر والحمد لله ترعرعت في هذه الجمعية. تعلق بهذه الرياضة ودخل لاصال وترينا فهمت كيفاش؟ وكان عنده اصلا كانت عنده رغبه في هذه الرياضه العشق ديالو لهذه الرياضه هذه ما طيحش يده في هذه الرياضه هذه مع جميع الانتقادات بان الرياضه ما فيهاش الماديات ما فيهاش الفلوس مثلا بحال كره القدم بحال كذا شي وهذاك هو بقى متشبث بهذه الرياضه هذه مجرد غير دخل داك الشيء سبحان الله الواحد الاحد في الحروب ديال الكاراتيه اللي باس ديالو لي بوزيسيون الحركه متقونه. جيت باقي صغير كانت عندي 9 سنوات الحمد لله جيت وجبرت الباب جمعيه النصر محلوله واستقبلوني والحمد لله كونوني لا ما ننساش الفضل ديال استاذ ياسين حجاج اللي جابني لجمعيه النصر ولا استاذ احمد العصعاص ولا استاذ عبد القادر العصعاص اللي كونني ووصلني لواحد المستوى مزيان. كنا كنشوفوا غادي لاصال ما يجيب الصاك ماشي تريني ما بين كتمر الايام حتى كنبقاو نتفرجوا فيه في التلفازه او بلا لعيبه في التلفازه الدراري كيتفرجوا فيه في قنوات بان في قطر بان في الجزيره الرياضيه. اللي كان كيشجعني في الرياضه باش نكمل فيها اول وحدين كانوا معروفين هما الوالدين ديالي الاب ديالي والام ديالي وثاني حوايج هما الاخوان ديالي كنسالهم شي الفضل ديالهم وثاني واحد كنت كنشوف الاستاذ ديالي كيفاش هو مزيان باش وصلني حتى هو ما نسالوش الفضل ديالي. اللي كيكون عنده بطوله دوليه ولا قرويه ولا اسيويه ولا عربيه ولا البحر الابيض المتوسط راه ما كنعسوش ديك الفرحه ديالي كنتمنى غير فويا يطلع البودو كتفرح بان عندك واحد التلميذ وصل لك عالمي هذيك واحد الفرحه ديالنا ملي كتشوف بان التلميذ ديالك عندك بطل عالمي تبارك الله ولا قروي ولا سوي كترتاح بزاف. اول ميداليه اللي كنفتخر بها ودائما كنبقى قلبي كيتزعزع عليها كنفرح ملي كنسمع هي بطوله العالم في الرباط 2009 اول ميداليه في كاطا مغربي. بحكم الصداقه ديالي ليلو فاش كتشوف واحد الصديق ديالك طالع من البوديوم راه واحد الاحساس غريب صراحه الله وعاد محي شعبي وكتشوفه في بوديوم وكتشوفه في بطوله عالميه كتبر مشاركين فيها 82 دوله راه ماشي سهل كاع طنجه هو كيف سخروا به. فضل كامل من جميع الملكين المغربيه للكاراتي واسلم الشاكل برئيسهم السي محمد مقتبل بافتتاح السونتر زعما تكرار وصل بزاف الابطال. كنشكره على هذا المنبر هذا هو اللي الواحد اللي كيدعم رياضه الكاراتيه كيفاش كيكونك كيفاش كيوصلك كيفاش كيعمل لك بزاف الحوايج. اول حاجه كاينه فين ترتاح فين تنعس فين تاكل فين تريني لاصال ما كيخصك حتى شي حاجه الحاجه الوحيده اللي خصك هي تريني مزيان وتقاتل مزيان باش توصل.